استضافة الدجالين في الإعلام، مادة إعلامية مشوقة أم مادة إعلامية رخيصة؟ الاثنين؟ لي دو. لي دو؟ أون فرونسي لي دو. إيه، الاثنين؟ الاثنين مع بعض. بس ما في شيء طاغي أكثر من الثاني؟ الاثنين بيكملوا بعض. دجالين رخاص وبيعملوا إثارة، وللأسف نحن بمجتمع عربي بيصدق هودي الناس. يعني بيجيني حالات بيجيني حالات ما بصدق انه في عالم مصدقه هالامور. شو الحس اللي ما بتنساها توني بتقول بعدها راسخه براسك؟ استضافتك لهذا النوع مثلا من الدجالين، صار شيء قدامك قلت ما معقوله في ناس بتصدق هذا الشيء. يعني ما عم بيجي شيء على راسي هيك، بس انا لا 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 بستضيف هودي الناس. كمادة إعلامية بهدف شو بيجيبوا جمهور أكتر؟ طبعا ما في خبرك هول حلقات شو بتجيب ناس، يعني شو بتجيب مشاهدة، وشو بعدها بفترة بيجينا اتصالات بدهم أرقام هودي الناس للأسف. بالرغم أنك بتضوي على مساوئ الموضوع، لك أوقات بكسرهم على الهواء بفضحهم، بس الناس لا خلاص، لأنه في ناس للأسف. يعني مين اللي بيروح عند هول الناس؟ اللي عندهم مشاكل نفسية، اللي عنده مشاكل نفسية، يعني بدل ما يروحوا عند طبيب نفسي أو عند معالج نفسي يحلوا مشكلتهم، أهون لهم يروحوا عند هودي الناس اللي هن بيبقوا هودي العالم متعلقين بخيوط الوهم بحبال الهوى، فبيروحوا عند هودي الناس وبيمسكون. ويا ويلي بعدين شو بصير من قصص ومشاكل وخبرية.